خسرنا جيبوتي 6 يعني، وكان في فرق كبير في الماتش واضح، وفي فرق اداء وفرق في اللعيبه طبعا، في الاسامي طبعا، وان شاء الله نعمل ماتش كويس بكره. هي ان شاء الله تبقى بقى الموضوع مشابه للماتش الاخير، يبقى نتيجه كبيره ان شاء الله. هو منتخب يعني مش ما ياخدش خالص يعني، وملوش اسم ملوش تاريخ، فان شاء الله الموضوع يبقى خفيف وبنتيجه كبيره ان شاء الله زي الماتش اللي فات. ان شاء الله باذن الله هنكسب. المنتخب بتاعنا فيه لعيبه كويسه، المدرب بتاعنا كويس جدا، احسن من كذا مدرب مسك المنتخب قبل كده. اهم حاجه بنوظف اللعيبه كويس، بنلعب اللعيبه بشكل كويس، اللعيبه اللي بتاخد فرصه بتادي. عجبني ان هو خد قرارات ان اللعيبه اللي ما التزمتش يطلعها. في ناس بتحكم بقى بتقول طب ما لعيبه الزمالك كانت نفس المشكله، هو راجل بيقول لك انا بالنسبه لي اللي يخصني انا كمنتخب. هي المباراه طبعا ككوره احنا احسن من الناس دي بكتير، وعندنا نجوم ولعيبه كوره، بس يعني اللعيبه تلعب شويه عن الماتش اللي فات. لازم نركز على اللي جاي طبعا، عشان اللي فات طبعا مستوى بيطلع وينزل واللعيبه مشاكل وبتاع، بس يعني احنا عندنا كوره ونقدر نكسب يعني ان شاء الله. ان شاء الله اكيد الفوز لمنتخب مصر، اكيد انت عارف ان فريق منتخب مصر فريق كبير اكيد طبعا، واكيد ان حتى لو احنا بنلعب سيراميكا في ارضها اكيد منتخب مصر عنده لعيبه كبيره زي محمد صلاح وتريزيجيه اكيد، والنني الناس الكبيره اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله يعني، واكيد هنعمل يعني نتيجه حلوه قوي ان شاء الله يا رب باذن الله. ان شاء الله المنتخب هيكسب طبعا، عشان منتخب كعب تقيل على اي حد في افريقيا، وان شاء الله النتيجه تبقى 3-0 ان شاء الله للمنتخب.